المساء عليكم دم الشهداء تقول لي المساء ما حلفكم اكثر من هذا الشيء. طبعا اليوم تحياتنا الإعلام كل تفريق هذه الفكرة. اليوم نقول الشهداء رحموا البطلان شهداء ثورة تشرين والفدوى العام للقتل المسلمين حكام الفجر. اليوم من المنبر هذا الكريم ومن إعلامكم الكريم رسالة نوجهها إلى حكام السكن الخاضعين في الخضراء الذين لا يعرفون حقيقة ماذا يقدمون للمواطن العراقي. اليوم نقولهم مهما تماديتم بغيركم، مهما تماديتم بغيركم وأفرطتم بجرمكم سنزداد عزيمة وإصرارا حتى نحقق المطالب. اليوم المطالب أخي العزيز وأنت إعلامي وأدرى مني بكثير من الأمور الذي تدور في أروقة الساحة السياسية. اليوم العراق رايح إلى حاضر. اليوم أنا الشيء اللي أقوله أنا عمري 74 سنة ما بقى عمري، لكن أنا متأثر على هاي 800 شهيد اللي سطوا هاي الأرض، هاي الساعة 800 شهيد ترى سطوا هاي الساعة 800 شهيد و11 ألف جريح والمغيبين حدث فلا حرج. أنا اليوم الحكي الأبوله أوجهه للرجل الدبلوماسي اللي يعتبر رجل نفسه دبلوماسي مصطفى الكاظم، أقول له عيب تفتري على المواطن العراقي وبالأخص المتظاهرين، لأن كلهم شباب وكلهم واعين وكلهم إن شاء الله بعون الله نشطين وكلهم يفتهمون الحياة. ها لو ما يفتهمون الحياة ما طلعوا ساروا على حق. فأقول له للكاظمي الوعود اللي أوعدتها وين الكشف عن قتلة المتظاهرين؟ وين؟ ها وين الكشف عن الفاسدين؟ وين الكشف عن القتلة؟ ها وين تشغيل البطالة؟ وين العقود؟ يعني بس الرواتب وينها؟ بس ترويج اعلامي؟ ها اخي العزيز انت ادرى مني، انت اعلامي. اليوم بالعراق 5 ملايين يتيم عندنا، هاي مو من جيبي انا، مو احتباطا طلعت، هاي منظمه دوليه، منظمه اليونسكو عالميه خاصه بحقوق الانسان. 3 ملايين وربع ارمله تستجب الطرقات، 448 معمل ومنشأة ومصنع معطلة بالعاصمة بغداد باستثناء المحافظة. هاي ما جت احتباطا لو تسمح لي باللطف، ما جت احتباطا، هاي اجت من تخبط السياسيين الذين لا يعرفون ماذا يقدمون للمواطن العراقي. حكومتنا اليوم المواطن العراقي رسالة، اليوم المواطن العراقي ما يريد من عندكم هاي عروشكم الزائلة ان شاء الله، انتم مزالين، لكن الشعب باقي يريد خدمات، يريد صحة، يريد رواتب، يريد تشغيل بطالة، يريد وطن، طلع يريد وطن. وين الوطن؟ بحتوه ضمائر ما عندكم، والله ضمائر ما عندكم، قصصكم ما تعرف على المواطن العراقي هذا اللي أجلسكم وجابكم وانتخبكم. ها شهر 12/2019 يوم اثنين في هذا الشهر من ساعة التحرير، مريض مصاب بداء السكر، والحد الآن مصيره مجهول، لا مطارات لا مستشفيات لا مراكز، الحد الآن مصيره مجهول. فنطالب الجهات المعنية، نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اللي الكلام اللي عفو عن المتظاهرين، اللي هو بس عفو بس اسم، كل شيء ما حققونه.
نطالب باطلاق سراح المعتقلين المتظاهرين والمختطفين من ساحه التحرير، ونطالبهم باطلاق سراحهم جميعا اللي هسه حاليا ترسوا بهم المطارات اللي هم مطار مثنى ومطار بغداد وترسوا به كل المتظاهرين والمختطفين من ساحه التحرير، ولحد الان مصير ما عندهم. فنطالب بالجهات المعنيه رئيس الوزراء باطلاق سراح المتظاهرين، ولا سيما المفقود محمود اللي فقد من شهر 12/2019 ولحد الان مصيره مجهول. مريض بداء السكر محمود علي خزعل علق الشويلي. الذكرى الاولى لهذه الثوره ما لها ذكرى؟ والله هي الكثير الكثير بس يعني مشكله حكومتك قاعد تسوف وياك، اللي انا اتامل فيه خير اللي يطلع لنا انقص وانقص، واللي رجال الكاظمي واللي جاء قبله والقبله كش ما حقق. ان شاء الله جهود هاي الابطال تحقق الثوره. كاذبة كل شيء ما تحقق ولا نسبة 10% بس مجرد إعلان وصور فوتوغراف لا أكثر. نجح ذكريات دار الزمان وداره طلاب بصداره خد اسمع الوزاره خد اسمع الوزاره احنا ترى السكاره ارد بعد اخر السنه جيد بس ارد بعد اخر مشتر الله وكيله وحتى خدمات ما في، لا مستشفى بيها خير، لا مدرسه بيها خير، هاي تقدر تحسب المدينه المدارس تقرب زباله وهسه جهالنا حتى بطلنا نخاف عليهم ونودي بالزباله ان شاء الله بقوه الله والحساب مو لحقتني بعت بيتي وشلت بغير بيتي وش يبدون خلي يسوون حتى كنت لو سنه كامله في النار ما يحبون القعدة والأحزاب ما يمثلونا القعدة والأحزاب ما يمثلونا يا وسبة بين الناس شوف شلونا اسمع تم الشهيد يظل في مملكة خلي كل الجراح يسوي لك مثل الجو وراح يوالي الحي رفع
رست رست لا رست بس
تسمعني هذيك تخرب لي امي بس على كيفكم الدوام. الغيره البينا عبرت كل الحدود. هاي قبل قريناها اليوم ايش نقرا لكم؟ احنا جيل باكل ما قبل يا حسين يعيش بيوم ذله وما قبل يركع. برسم دربك مشينا ودسنا راسي يزيد واحدنا كلب بالثورة ومسنة هدفها الثورة واضح والشبه موجود وهي ثورة حضرتك يا أبي الأحرار. الثورة لها مطالب، مطالب مشروعة ومطالب حقوق الشعب. هاي الثورة وهاي الانتفاضة التصوير هي مطالب حقها اللي الشعب مطلوب بالضبط عسل. المطالب هي مستمرة الحين تحقيقها بشكل دائم. مستمرة المطالب، مستمرة الانتفاضة بمسؤوليتها وضوابطها مشروعة. للأسف للأسف الحكومة الانتقالية ما بعد التغيير صار سقوط عادل عبد المهدي ومجيء الحكومة الانتقالية ما حققت المطالب وسقط المطالب بشكل صحيح. للأسف شاهدنا احنا مطالب صار التغيير ولكن تغيير المطالب هي ترقيعية. احنا نريد المطالب اولا التعديل انتخابات القانون الأحزاب ومن ثم الأهم من ذلك محاسبة قتلة المتظاهرين. Yeah.
كل وقت الله وين روح بس لجل الوطن ضحوها والروح بس لجل الوطن عمي يا عراق غيرك ما بحب صيحوها يا عراق غيرك ما بحب بغام العدها الشرف قصدوها ابدا مش ما حققت لان ما طول اكو احزاب واكو برلمان ما راح يتحقق اي شيء اي شيء ما احزاب ما اعطوا وعودا كبيره هل وقف الموعد ابدا ولا وعد رغم انه توسمنا بخير انه بالبدايه من اجت بس ما اعتقد كل شيء موفق حتى ما يقدر يخطو خطوه لقدام الى الان لم يتم محاسبه حيطان الفساد لماذا؟ لان ساندتهم احزاب يبقى السبب الرئيسي بالدمار العراقي الحكومة على السلطة وعلى الأحزاب اللي أجت الحكومة لحين تحقيق إصلاح النظام السياسي